مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام هذا الأسبوع. استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة، أيضا نشاط للرياح الشمالية الغربية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وأيضا بقاء فرصة هطول الأمطار في مناطق المصايف والمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد. في المناطق الشمالية أجواء حارة، الشمالية الغربية العظمى 39 والصغرى 28، الشمالية الشرقية 42-29، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 45 العظمى والصغرى 36، المنطقة الوسطى 43-33، والمنطقة الغربية أجواء حارة 40-33، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع هطول زخات متفرقة من مطر في فترة ما بعد الظهر والمساء، والعظمى 26 والصغرى 18. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة في المنطقة الشمالية الغربية 40 العظمى والصغرى 27، الشمالية الشرقية 42-29، ونشاط للرياح في المنطقتين الوسطى والشرقية وأيضا في أماكن مختلفة من المملكة بتكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المنطقة الوسطى. المنطقة الشرقية 44-34، المنطقة الوسطى 43-34، والمنطقة الغربية 39-34، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر رعدية أحيانا خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، والعظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 40 العظمى والصغرى 28، الشمالية الشرقية 42-30، والمنطقتين الشرقية والوسطى 44-33 في المنطقة الشرقية و44 إلى 34 في المنطقة الوسطى، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 39-34، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئية مع سقوط زخات متفرقة من مطر 26-18 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا أجواء حارة في المنطقة الشمالية الغربية 40-29، المنطقة الشمالية الشرقية 43-29، المنطقة الشرقية 41-35، والمنطقة الوسطى شديدة الحرارة 45-35، والمنطقة الغربية حارة 41-34، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر في فترة ما بعد الظهر والمساء 25-17 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الخميس فاستمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 39 العظمى والصغرى 29، الشمالية الشرقية 42-30، والمنطقة الشرقية 43-33، والمنطقة الوسطى أجواء حارة 44-34، والمنطقة الغربية 40-35، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، والعظمى 23 والصغرى 18. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الجمعة، يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة، الشمالية الغربية 39-27، الشمالية الشرقية 41-28، والمنطقة الشرقية 43-33 مع ظهور بعض السحب، والمنطقة الوسطى 44-31، والمنطقة الغربية 41-34، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة لكنها غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، والعظمى المتوقعة 22-17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة.